السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن الريجيد بودي. إذا كنا تحدثنا سابقا عن الأكتيف والباسيف، هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن الداينامكس في الريجيد بودي. فإذا أول سين بهذا الشكل، لو اخترنا هذا الكيوب أكتيف والكيوب الآخر أكتيف، ولكن هذا بلين باسيف. إذا لو شفنا في الداينامكس في الترانسليشن اللي هي الحركة في الإكس والواي، الموفمنت بمعنى الحركة، والروتيشن هو روتيشن الدوران لهذا المكعب. فإذا لو في روتيشن، فإذا لو بدأنا بزيرو زيرو، فيكون الترانسليشن الحركة والدوران أقصى شيء بهذا الشكل. لكن لو زودنا وليكن الدمبل بوينت فايف والروتيشن ما زالت زيرو، فإذا الروتيشن الدوران هيكون أقصى ما يمكن، ولكن الحركة تكون بهذا الشكل. إذا ما فيش في روتيشن، ولكن الدمبنج بما إنه 0.5 فالدمبنج أقل. خلينا الدمبنج 0، هيتحرك ولكن الدمبنج يخليه ثابت في مكانه. خلينا نزود مثلا هنا الماس، وليكن 12، ونشوف مرة أخرى. تمام.